السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة رح نكمل السلسلة اللي بدأناها عن أهم الفيتامينات اللي محتاجها الجسم، والنهاردة مش رح نتكلم عن فيتامين واحد، لأ عن اتنين. النوعين دولت من الفيتامينات مرتبطين جدا ببعض ومؤثرين جدا في تركيزاتهم داخل الجسم. الفيتامينات النهاردة اللي هنحكي عنها هي الكالسيوم وفيتامين د. ليه الفيتامينين دولت مرتبطين جدا ببعض كده؟ لأن ببساطة الكالسيوم جوه جسمنا ما بيتخزنش وما بيمتصش بصورة كاملة إلا إذا كان فيتامين د نسبته عالية. يعني فيتامين د هو العامل المؤثر الأول والقوي والكبير في تخزين الكالسيوم داخل العظام وفي امتصاص الكالسيوم بصورة كاملة داخل جسمنا. نعرف بقى دلوقتي أهم المعلومات اللي احنا محتاجينها عن فيتامين د مع الكالسيوم. أهم حاجة لازم نعرفها إن فيتامين د جسمنا بيحصل عليه بطريقتين بس ملهمش تالت. الطريقة الأولى ودي مشهورة قوي وكلنا عارفينها هي عن طريق الشمس. ليه؟ لأن ببساطة جلد الإنسان بيحول مادة كيميائية بياخدها من أشعة الشمس إلى صورة نشطة لفيتامين د اللي هي اسمها كالسيفرول، وبعدين يجي الفيتامين د لما بيبقى تركيزه كويس يروح يكمل شغله على الكالسيوم ويجيب كل الكالسيوم اللي احنا اخدناه ويرصبه في المكان اللي الجسم محتاجه وهو العظام. يبدأ اول مصدر بناخد منه فيتامين د. المصدر الثاني هو الاكل. عندنا اطعمة كتيرة جدا غنية بفيتامين د، اشهرها منتجات الالبان زي الحليب الجبن والبيض طبعا بدرجة كويسة جدا وبدرجة عالية. في عندنا كمان بعض الاكلات اللي موجود فيها فيتامين د زي الاسماك الدهنية على سبيل المثال، ليها المكريل والسلمون وسمك السردين كمان غني جدا بفيتامين د. وما ننساش اللحوم الحمراء طبعا. مهم جدا كمان ان احنا نعرف ان فيتامين د بيعمل ايه جوه جسمنا. تعالوا نشوف الدراسات الحديثه قالت لنا ايه عن اهميه فيتامين د مع الكالسيوم جوه الجسم. فيتامين د احنا قلنا خلاص اول وظيفه قويه ليه ان هو من غيره الكالسيوم زي قلته. من غيره مهما اكلت منتجات موجود فيها كالسيوم ومهما اخذت فود سبلمنت موجود فيه كالسيوم يوزلس زي قلته، لان هو مش هيمتص وهيتخزن في الدم، بالعكس ممكن يضر الانسان وما يفيدهوش. ادي اول استخدام من استخدامات فيتامين د. الدراسات الحديثة قالت ان فيتامين د له دور فعال جدا في مقاومة بعض انواع الامراض السرطانية. وطبعا ما ننساش مشاكل العظام. فيتامين د مهم جدا لتجنب الإصابة بالكساح وهشاشة العظام ولين العظام وأي مشكلة في العظام. فيتامين د بيأثر تأثير قوي جدا على زيادة القدرة الذهنية والعقلية لينا، سواء كنا في عمر صغير أو في عمر كبير. حاجة كمان مهمة جدا ممكن كتير مننا ما يعرفش إنها بتتأثر بوجود فيتامين د في جسمنا، وهي علاج الصدفية. يعني الناس اللي عندها بعض أنواع الصدفية الجلدية بتتعالج لما بنعمل لها مستحضر موضعي محتوي على فيتامين د. فدي كلها أبسط الفوائد وأبسط الوظائف اللي لازم علشانها نراعي أن فيتامين د يكون تركيزه عالي داخل الجسم. خلينا نعرف بعد كده أنا لو عملت تحليل إزاي أعرف عندي نقص في فيتامين د ولا لا. لو عملت فيتامين د ولقيت النتيجة عندي أن نسبة فيتامين د جوه جسمي أقل من 24، ده هاي ريسك ديفيشنسي، يعني الفيتامين د نازل جدا عندي. ولو كانت نسبة فيتامين د من 24 ل 62 يعني نقص متوسط لفيتامين د. لو كان نسبة فيتامين د من 62 ل 199 ده مستوى طبيعي وكويس جدا. نسبة فيتامين د لو زادت عن 199 ده معناه ان انا عندي احتمال تسمم من فيتامين د. عملت التحليل ولقيت ان انا عندي نقص في فيتامين د ومحتاج اخد فيتامين د، ايه هي الجرعة اللي ببدأ بيها؟ طبيعي كلنا عارفين لو انا شخص طبيعي وما عنديش نقص لازم يكون من سن الميلاد لغاية 3 شهور الجرعة اليومية اللي بتوصلني 400 وحدة دولية. كل 10 ميكروجرام بيعادلوا 400 وحدة دولية، ده من اول الميلاد لغاية 3 شهور. تاني حاجة الاعمار لغاية 70 سنة
الواحد الجرعه اليوميه اللي المفروض ياخدوها من الاكل ومن اشعه الشمس وكل دوت ما تقلش عن 600 وحده دوليه. اكتر من 70 سنه محتاجين ياخدوا يوميا 800 وحده دوليه، ده علشان انا ما وصلش لدرجه النقص في فيتامين د. عملت التحليل ولقيت عندي فعلا نقص في فيتامين د. الحل ايه؟ الجرعه المعتاده اللي احنا متعودين دايما نوصفها وكل الاطباء بيوصفوها، اذا كان عندي نقص في فيتامين د باخد 50,000 وحده دوليه مره واحده بالاسبوع لمده 3 شهور على الاقل. وبعيد التحليل تاني، لو كانت النسبه ارتفعت شويه او زي ما هي بقدر اقرر هل اكمل كمان 3 شهور على نفس الجرعه ولا برجع للجرعه اللي بعدها اللي هي بتكون 5,000 وحده دوليه يوميا لمده 3 شهور تانيين. وانا دايما بنصح الناس اللي ما بيتعرضوش للشمس او اللي عايشين في بلاد ما فيش فيها اشعه شمس قويه او اللي اطعمتهم واكلهم ضعيف انهم يفضلوا ماشيين عليه على طول، ما فيش منه مشكله ابدا. 5,000 وحده دوليه يوميا ده جرعه كويسه جدا وما فيش منها اي مشاكل. امتى بقى الجرعه بتاعتنا يبقى فيها مشاكل؟ الجرعه الزياده او الاوفر دوز من فيتامين د هي بتبقى ما تزيدش عن 4,000 الى 5,000 وحده دوليه باليوم. اكتر من كده ولفتره طويله معناها ان انا بدخل لدائره التسمم لفيتامين د. لو حصل بالخطا او نتيجه اي شيء اخذت الجرعه الاكثر من المسموح بيها من فيتامين د راح احس بايه، او بمعنى تاني ايه هي الاثار الجانبيه للاوفر دوز او للجرعه الزايده من فيتامين د. اول حاجه غثيان والقيء، مشاكل الجهاز الهضمي، الاحساس بفقدان الشهيه وناتج عنها الوزن بيقل، والاحساس بالتوهان وعدم التركيز. كمان حاجه مهمه قوي، المريض بيحس بعدم انتظام في ضربات القلب وبيبقى عرضه للاصابه بحصوات ومشاكل الكلى. الاعراض دي كلها دي اثار جانبيه لزياده الجرعه من فيتامين د.